زينوا نهار اليوم سحاعد قول مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا. بمناسبة عيد الفطر المبارك يسرني أن أتقدم إلى كافة الأسرة الجامعية لجامعة أدرار من أساتذة وموظفين وطلبة بأحر التهاني وأجمل التبريكات راجيا من المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية قاطبة بموفور الصحة والهناء وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويحفظ بلدنا وينعم عليه مزيدا من التقدم والرخاء إنه سميع مجيب. بهذه المناسبة السعيدة ألا وهي عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات أقدم تحياتي الخالصة لجميع الطلبة المقيمين بالجامعة أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات عيد فطر مبارك وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نهني الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وعمال وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير. أريد أن أقدم تحية خالصة لعائلتي بمناسبة عيد الفطر المبارك وكذلك الأسرة الجامعية وكذلك أريد أن أقدم وأوجه أغلى التهاني لأسرة الإعلام والاتصال وفي الأخير أريد أن أقول كل عام والأمة الجزائرية والعائلة الجزائرية بألف خير. والهنا يكملو طب ربنا يغفر له ما يدوم وعلى النبي الشفيع نصلو في نهار اليوم صحا عيدكم وصحا عيد جميع الطلبة جميع الإفريقية أحمد درايا عيد مبارك على جميع الأمة الإسلامية رمضان إن شاء الله يكون فات علينا وعليكم بالخير العقوبة العام الجاي. بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ الأسرة الجامعية لجامعة أدرار أحمد دراية بهذا العيد المبارك فعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ جميع الطلبة وجميع الدكاترة وجميع العاملين بجامعة أحمد بجامعة أدرار ونهنئ الأمة الإسلامية أجمع وكل عام وأنتم بخير أعاهد الله علينا باليمن والبركة. بمناسبة عيد الفطر المبارك نهني الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. عيدكم مبارك إن شاء الله ونتقدم بأحر التهاني إلى جميع طلبة جامعة أحمد درايا ونتمنى لهم رمضان مقبول إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله في الامتحانات المقبلة إن شاء الله. أتقدم إلى جميع الأسرة الجامعية إلى كافة الأسرة الجامعية بأطيب التهاني عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكافة الأسرة الجامعية بأدرار خاصة والجزائر والأمة الإسلامية عامة وأقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير أعهده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. زينوا نهار اليوم.